في اشياء بوزيتيف اكثر من نيجاتيف من الماتش الامارات. خلينا نشوف الحالات التحكيميه فقره لو فايف. يعني عندنا اليوم خمس حالات بالامكان التوقف عندها، راح نتابعهم سوا. بدايه من مباراه النجمي والعهد، هذه الحالة اللي طبعا تم إلغاء فيها هدف للنجمي، هون القرار كان صحيح لأنه الواضح أنه الكرة خرجت قبل ما يلعبها فيتور باراتا بالعرض، كانت خرجت من أرض الملعب بكامل محيطها مثل ما عم نشوف هون، الأمور واضحة، الكرة خرجت بكاملها. القرار الثاني هو قرار عدم احتساب حالة تسلل بالدقيقة 51. خلينا نشوف الحالة أيضا هون، قرار صحيح بعدم احتساب تسلل بالدقيقة 51 من الحكم المساعد محمد رمال، لأنه لحظة لعب الكرة كان علي حمام مغطى التسلل، نقدر نشوفها يعني طبعا هالحالة بشكل أوضح كان بالإعادة. الصفا وطرابلس أيضا الطرد، حالة الطرد طرد الحارس محمد طه كمان يلي شفناها بالتقرير، واضح أنه محمد طه قطع الكرة بإيده خارج منطقة الجزاء، شوي كان متأخر يعني قرار الحكم، لكن حالة الطرد صحيحة 100%. الأخاء والسلام كمان كان عندنا هون حالة بالدقيقة 80، قرار صحيح بعدم احتساب هون ركلة جزاء للسلام، لأنه الكرة ارتدت من رأس مدافع الإخاء الأهلي علي، إيديه كانوا طبعا ضبين، ما اعترض الكرة بإيديه، الكرة كانت برأسه. آخر طبعا مباراة رح نستعرض فيها الحالات هي مباراة الغازية والأنصار، لاحظ هون آخر مدافع فرصة واعدة كانت طبعا حالة الطرد، بيستحق مدافع الغازية الطرد بعد عرقلة الحاج مالك خارج منطقة الجزاء، لأنه كانت هيدي الفرصة واعدة للتسجيل، وبالتالي البطاقة الحمراء، مع الإشارة أيضا أنه اثنين بنالتي يلي حصل عليهم الأنصار، واحدة يلي أهدرها حسام اللواتي، واحدة يلي سجلها الحاج مالك، كانوا صحيحين.